نختم من سويسرا فاتحة والساعات السويسرية التي باتت تعيش أسوأ أزماتها منذ 2009. سجلت صادرات الساعات السويسرية أوائل العام الجاري عبد الله أكبر هبوط لها منذ عام 2009 مع تباطؤ الاقتصاد الصيني وتركيز تجار التجزئة في هونغ كونغ على بيع المخزون الحالي بدلا من التقدم بطلبيات جديدة. وانخفض الطلب على الساعات الفاخرة بسبب انخفاض عدد الزبناء من السياح الوافدين إلى أوروبا وازدهار تجارة الساعات الذكية. ووفقا لبيانات أخرى نشرها مكتب الجمارك السويسري، فقد تراجعت صادرات الساعات السويسرية بنسبة 12% في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ قيمتها 4.7 مليار فرنك سويسري، وهذا هو رابع انخفاض فصلي على التوالي والأكبر منذ الحرب العالمية منذ الأزمة المالية الأخيرة.